حكاية الكلب مع الحمامة بصوت الدكتور خالد عبد الفتاح أبو الفضل. حكاية الكلب مع الحمامة تشهد للجنسين بالكرامة. يقال كان الكلب ذات يوم بين الرياض غارقا في النوم، فجاء من ورائه الثعبان منتفخا كأنه الشيطان، وهم أن يغدر بالأمين، فرقت الورقاء للمسكين، ونزلت توا تغيث الكلب، ونزلت توا تغيث الكلب، ونقرته نقرة فهب، فحمد الله على السلامة وحفظ الجميل للحمامة. إذ مر ما مر من الزمان، ثم أتى المالك للبستان، فسبق الكلب لتلك الشجرة، فسبق الكلب لتلك الشجرة لينذر الطير كما قد أنذره، واتخذ النبح له علامة، ففهمت حديثه الحمامة، وأقلعت في الحال للخلاص، فسلمت من طائر الرصاص. هذا هو المعروف بأهل الفطم، الناس بالناس، ومن يعن يعن. هذا هو المعروف بأهل الفطم، الناس بالناس، ومن يعن يعن.